حيوا نجوم المنتخب نعزف تغاريد الطرب بعد التحدي والطموح يستاهلوا كاس الذهب. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا بك. نورت الاستديو. يا حبيبي نورك. عاكس نورك. عاكس نوري؟ لا والله نورك اللي ينتشر عبر الأجواء كلها. مبسوط جدا والله. روك. مبسوط شوفتك حبيبي والله. بشوفتي بس إيه والله. والبرنامج ما عجبك؟ برنامج جمهور حطام. الله يا اخي ما اروع هذه المشاعر الجميله. اشياء جميله يا اخي. اسمع مرحبا حبيب فريق الشعلة. والله حبيبي. ما شاء الله عليك نعم. وانت منور والله. نورك. ونور يكاد يعني يوازي. مو بيكاد هو فعلا يوازي والله. اختلطت المشاعر صراحه. ليش ما اعرف ارد؟ تعبير خانني صراحه والله. اي والله. عندك يعني عندك مشكله في التعبير؟ لا بس كيف نرد على قامه مثلك يعني؟ لا يا حبيبي وش دعوه. لا تروح لي السؤال في تكفى. طيب خلينا نشوف الهاشتاج ايش بيسالون محمد باحطاب وعمر حبيب. يكفي. ليش؟ خلاص. شفتوا الهاشتاج؟ ما احتاج اضغطكم صح؟ تقريبا. شفتوا الهاشتاج؟ وجهة نظر. الجمهور يطالب بعدم تكلم محمد باحطاب. كذا قال الجمهور؟ ايوه عشان ما اجيب العيد بس ان شاء الله ما نجيب العيد. حلو هذه. طيب الجمهور يقول انكم ما بعض الجمهور عشان ما اليوم انا عامه ما ابغى ادخل بلغه التعميم. ما في احترام للجمهور، ما في احترام للبرنامج، ما في احترام للمتسابقين الثانيين، ما في احترام للفريق. فعلا هذا الشيء انتم لمستوه ولا لا؟ ما لا بالعكس والله. لا احترام كامل واحتمار. خلاص خليك شوي. خليك واضح الاحترام مره. لا خليك مكان دقيقه. نروح محمد باحطاب. والله ان احنا يعني ما جينا البرنامج هاي عشان جدا يعني شوف كيف كلنا ما جينا البرنامج هاي عشان نقل ادبنا على شخص او لا المحشوم وش دعوه. محشومين الكل والله. لا تروح لزي ذي. لا والله انا اقول لك عشان يقول ما في اكيد احترام. اكيد احنا جينا ما جينا من بيوتنا الا نبغى احترام. عندك نتعلم منك الاحترام والله. انتم كل الزملاء. لكن ما رحت الزاويه هذه ترى. انا اتكلم من عن البرنامج. فهو يعني تحصل اخطاء لكن خطا امس انا اعتبره يعني. اي خطا اللي حصل امس يعني؟ افصل لي ايش الخطا. اي خطا عندك قائمه اخطاء احكي لك اياها بالمختصر السريع. لا عطني وش الخطا اللي تتكلم عنه انت اليوم. اللي هو حصل امس اللي شالوا المايكات منه عشان دخلنا العامه وكذا. احكي لك القصه اللي حصلت يعني. انا عارفها ترى. عارفها. طب خلاص يعني عشان الناس تعرفها يعني. ناس تعرفها. انت كنت تدري ان البث شغال عليك امس؟ تدرون الكاميرات كان عليكم يوم طلع الخبر على الحل العاجل؟ ايش تنتظر منه اجابه؟ لا متى قصدك يعني؟ لما كنت طلعت ترى مرتين طلعت وهم الشباب قاعدين. انت كنت تدري ان الكاميرات عليك؟ متى؟ في اي لحظه من اللحظات اللي كنت في البرنامج؟ هل كنت في اي لحظه من لحظات البرنامج تعرف انه الان الكاميرات عليك؟ او البث يعني بشكل اوضح؟ شوف عمر لا تناظر. انت تنتظر اجابه منه. اعطيني اجابه منك انت يا اخي. ما اعرف ايش اقول صراحه. قول اي لا. انا هذا اللي ابغاه منك عمر لو سمحت. خليك لا ترد عنه. لا اقعد اناظرك وترد عنه. تفضل. ما مو حلو الكذب. ايوه كنا عارفين. خلاص خلاص ممتاز. خلاص يا الله. انا ماني عارف متى كان حينتهي. يا الله ما اروع الصراحه. خلاص خلينا نكمل. تفضل. انا ماني عارف متى يعني حيدخل علينا وكذا. عارف انه في بث يمكن يكون شغال. ممتاز. عارف انه يمكن اوكي لانك انت في برنامج وعارف انه في اي لحظه ممكن يقطع عليك مخرج. طيب سؤالي لكما، من الذي سمح لكم بالحضور في قناه المجد العامه وترك هذا البرنامج الضخم والجمهور العريض في قناه ماسا وضرب به في الجدار وروح الى قناه ثانيه؟ احكي لك القصه بشكل مختصر عشان ما في 30 ثانيه. ما اقدر. دقيقه في 50 ثانيه. يلا تخفيض. هي كلها ايش باختصار. دق علينا بدون ذكر اسماء عشان ما نبغى مشاكل. انا ما عندي مشكله اذا انت خايف اني انت تذكر اسماء اليوم. انا اعلن ان هذه الطاوله اذكر اسم اللي تبغاه. انت دائما تقول اعلن اعلن بعدين يخصموا علينا. مالي شغل. انا اقول لك هنا هذه طاوله صراحه. لا احنا ما نبغى نسبب مشاكل. المهم دق علينا موعد من المجد العامه تمام في المغرب بالتحديد. انا كنت متجهز جاي للقناه يعني بنفس اليوم الاحد. ايوه بنفس اليوم. ايه فقال لي اليوم يعني عندنا مقابلة. هو كلمني الأسبوع الماضي جهز نشيد كذا هتطلع في برنامج المنتخب كذا. قلت له منتخب؟ قال لي ايوه منتخب. وانا واثق من كلامي هذا مستحيل اكون يعني كذا فيه. فقلت له تمام.
انتهى الموضوع. اليوم الاحد دق علي، امس الاحد دق علي قال لي جهز وضعك تعال بثوب رسمي وكذا. قلت له تمام انتهى الموضوع. ايضا جينا القناة يعني قال حتطلعوا ترى في المجد العام ومن القبيل هذا. نحن استغربنا صراحة، حتى عمر اكد على يعني عليه استحلفوا بالله هل استأذنت من اعداد قناة ماسا او بالاخص المنتخب؟ قال ايوه تمام. من معدين برامج المنتخب تعرفهم؟ ما بذكر اسمه. ليش؟ سري للغاية. مو سري يا أخي، في العقد يعني كتبوا ممنوع ذكر أسماء المعدين. مكتوب في العقد. والله مو صحيح. مكتوب. والله هذا من كيسك. والله بس هم معروفين مستحيل ما حد يعرف. معروفين طيب قولهم. تعرفهم أنا أسألك تعرفهم؟ واحد دق قبل شوي. ليش تفكر في الإجابة كثير؟ يعني يعني ما أفكر بس أنا قاعد أفكر الفريق وراي يعني ترى الأخطاء اللي حصلت هذه والله ما هي برأتي. الله عجبتني الكلمة بس مش الصفقة في فصل في صف أول ابتداء. إحنا باختصار بدون بدون أسماء لو عرفوا الناس الثلاثة خلاص لا تقول اسمتك خلاص. لو عرفوا هم في معدين في برنامج في برنامج يعني معدين في المنتخب ولا في العامة؟ في المنتخب طبعا. في المنتخب انت بتسابق وين؟ انا ما اعرف الانظمه. انا انسان، انت دحين لك كم سنه ما شاء الله في المجد، لكن احنا متسابقين اول ما ندخل ما نعرف انه المعد كلمنا قال تعالوا ما عليكم ما يصير شيء، جينا خرجنا خصم وادخلوا غرفه التشريفات ومن قبيل هذا. طب سؤال ايه لا اللي دق عليكم في المجد العام تقول هو واحد من الثلاثه حقين معدي برنامج لا المنتخب؟ لا ابدا خلاص. ما هو من حقين المنتخب خلاص. اوكي كذا وضحت لي. طيب في مقطع انا ودي اعرضه صراحه، اذا هو جاهز عرضوا لي مقطع. بعد الجوم الحين النفسيه شويه تضبط. لا صوت على نفسيه ولا اي لسه دوب جاب رب الكعبه ما سمعت يا صراحه. اشتي خصم، اشتي خصم انت كمان زياده احسن فريقك. اشتي خصم انت كمان. الرجاء من المتسابقين عمر حبيب ومحمد باحطاب تسليم المايكات ومغادره الهواء. حلو 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 ابشروا نفسخ المايك. ها نزلنا المايك. لا لا هو امزح يعني نروح البيت ولا نروح فين؟ سلام سلام كمسك الختام عليكم وحي بابنا يا كرام. يا اخي في اي مكان انا لما اقول لك اطلع برا ابحزن في اي مكان والله. لو انه في ملحق بيتي زين اخوي الصغير قال لي اطلع من الملحق زين اني انا بازعل. طيب انا ايش سوي؟ انا جبت نجيد حزين. جبت نجيد حزين؟ اي سلام سلام كمسك الختام عليكم وحي بابنا عليكم وحي بابنا يا كرام ومن ذكرهم انسنا في الظلام. وانت تقول الله الله واو انا بطلع من البرنامج واو بفتك من الجمهور يعني بروح البيت يلا فك المايك. لا. فلا انت تؤولها وتقول ما اولت هذا الكلام اللي قلته. لا أيوة لا انت هذا الكلام اللي قلته يعني بروح البيت يلا فك المايك يلا بروح البيت واو الله. تغيير جو للناس يعني. ايش تغيير جو للناس؟ مو للناس تغيير جو لي كنفسي يعني. قالوا لي اطلع برا اقعد ابكي ولا طلبتكم ما احد قال لك صيح. اي طيب ما حد قال لك انت مغصوب على البرنامج؟ اسالك بالله مغصوب؟ لا والله ماني مغصوب. طيب ايش 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 الفله لما تقول انا اطلع برا من البرنامج تقول الله بروح البيت؟ أنا أفهم وأي واحد يفهم إن يعني أنا تخلصت من هذا الغثة اللي موجود يلا بروح البيت ارتحت حسستني بشعور طالب صف مدري إيش وطالع بس الحصة السابعة يلا طالعة. أنا ما أبغى أرد صراحة لأنه ما عندك رد. أنا ما أبغى أرد مو شرط إني أرد خليني ساكت أفضل. لو تبررت تكلمت كلمت ما حيكون فيه فائدة. الحمد لله رفع الخصم. كان في قرارين الأمس بالأمس صح؟ تعرفونها اللي هو الإبعاد عن البث وبقية الفقرات والخصم صح؟ صح؟ صح. بالإضافة إلى حرمانكم من السفارة في هالأسبوع. أكيد. تدري يا عمر تدري أعطيك معلومة ما أدري إذا أنت تعرفها والمشاهدين يعرفوها ولا لا إنه أنت كنت الحاصل على المركز الأول في تصويت الجمهور لسفارة الوقف. ألا تعتبر ما فعلته اليوم هو خذلان للجمهور اللي صوت لك؟ طيب اول شيء ان شاء الله انه مو خذلان. حلو. اول شيء اشكر صراحه لكل اللي صوتوا ولكل اللي وثقوا في عمر وباذن الله
وهذا وعد من هذا المكان ان عمر ما حيخيبكم ان شاء الله. بس انت خيبتهم. طيب القصه وما فيها انه خلاص قصه سمعناها. لا, لا 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 انا ما خيبتهم. انا جاني امر اني ما اروح المكان الفلاني. ما تروح مكان فلاني؟ ايوه اني ما اروح المجد العامه. أيوة جاني امر. حلو حلو. واو. وانا التزمت بهذا الامر. اسمعني كيف التزمت؟ اقول لك انا التزمت بالامر هذا. شفنا خيالك في. طيب خلينا اكمل الكلام بس طبعا. عشان ناخذ ونعطي مع بعض. طبعا. انا التزمت بالكلام هذا. حلو حلو. فجاني احد المعدين من الاخوان في المجد العامه, جاء عندي قال لي يا عمر تعال. قلت له لا انا ما حمشي في خصم, وبالحرف الواحد هذا قص اليسار. قلت له انا ما حمشي في خصم. قال لي ما عليك, انا كلمت المنتجين والاعداد حقين المنتخب وامورهم كلها منسقه تمام. طبعا على هذا اسمح لي اسالك سؤال. أسلم. على النقطه هذه نور الدين التميمي منتج برنامج المنتخب ايش قال لك؟ ما هو انا قلت جاني امر اني ما اروح. اوكي اي اقول لك انا جاني امر اني ما اروح. ايش قال لك بالضبط؟ قال لي لا لا تروح. قلت له اروح؟ قال لا تروح. طيب واذا رحت ايش قال؟ اسمعني طيب واذا رحت ينخصم. خلاص خلينا اكمل الكلام. فجاني انا قلت له ما اروح. حلو. جاني هذا الرجال الكريم قال لي انا كلمت نور الدين. كذا قال لي. قال لي انا كلمت نور الدين ونور الدين اعطاك الموافقه انك تروح. حلو. انا جيت عدتها بالنص هذا. قلت له اسالك بالله كلمت الاعداد حق المنتخب وكلمت المنتجين حق المنتخب؟ قال لي ايوه وربي كلمتهم. انا من هذا المنطلق رحت. خطأي اني انا ما سمعت كلام نور الدين. صحيح انا ما سمعت كلام نور الدين وانا اعتذر منه, لكن ما رحت عبثا, ما رحت عصيانا لامر نور الدين. انا رحت لانه جاني خبر. انا قلت له اسالك بالله تكلمت مع شباب المنتخب؟ تكلمت مع نور الدين والمنتجين والمعدين؟ قال لي ايوه وربي كلمتهم والامور كلها منسقه تمام. فهذا هو اللي صار. انا عشان كذا رحت من هذا عشان هذا 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 اسمه. خلى اليوم في قدام الكاميرات وقدام الناس قال اسمه خليه يحرج. والله انا مستعد الان اذا انا اعرف اصلي اسمه ادق عليه من جوالي. من جوالي الخاص اتصل. تعرف ايش قلت؟ ايش قال لي؟ ايوه رحت له بعد البث قلت له راضي باللي يصير عمر راحت عليه السفاره وكذا. قلت قال لي بكل برود يعني قال لي هذه كلها مرتبه. انا كلمت فلان فلاني في الاعداد وكلمت ما هم بكل برود. انا والله صراحه يعني زعلت منه صراحه. ممكن غلطنا نحن. من هو؟ انا احتفظ. انت بتقول اسمه قول لي. انا يعني ما اعرف. انا جاي اسالك. ما لو اعرف بتصل من جوالي من جوالك. بدايه الحلقه قلت اعرفه. ها بدايه الحلقه قلت اعرفه. اللي هو مين؟ قلت اعرف اللي نسق معاكم. ايه؟ لا انا ما اعرف اللي نسق معاكم. لا انا كنت اقصد ثاني. ما كنت شوف بدايه الحلقه ابدا اعرف اللي اذا يمكن خليني اقوله لك. اللي نسق معاكم قال لك تعال. انا ما اعرفه. اعطوني اسمه انا ادق عليه الحين. بدايه الحلقه بحطاب قال لك كلمه. قلت له ما يحتاج تقول لي اسمه. طيب انا صح هذا مو مشكله. ما لي معصوم. انا ما اعرفه والله. خلاص اعطوني اسمه. خالد. طيب اعداد البرنامج واللجنه اذا تعرفونه اتصلوا لي عليه. قول اسمه ونتصل عليه. انا اتمنى صراحه يصير في تداخل لانه بصراحه ضاعت حقوق في ناس صراحه. الجمهور ما قصر. اجتهد وصوت العمر ووثق في عمر. وانا اشكرهم واحط هذا الكلام في 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 يعني على عيني وراسي. وباذن الله ما حاخذكم في الايام الجايه. لكن الخطا هذا يجب ان يعالج. ليش؟ لانه انا قلت له بالحرف الواحد قلت له اسالك بالله كلمت الاعداد حق المنتخب؟ كلمت المنتجين حق المنتخب؟ قال لي وربي كلمتهم وكلمت نور الدين. وانا ماشي داخل الاستوديو الثاني حق المجد العامه قال لي نفس الحكايه. نور الدين كان واقف وقال لي نور الدين خلاص كلمتهم شيء. هذا شيء يعني اليوم لما نتكلم احنا اني انا كلمتهم شيء ولما اقول وافقوا شيء ثاني صح؟ قال لي وكلمتهم والامور كلها منسقه. طيب. وما عليك تعال خلينا نروح النقطه اللي بعدها عشان نوصل للنتيجه عشان ما نطول في السالفه. لكن اذا دخل يعني سويته مع مكالمه وانكر الكلام هذا هو امام الله يتحاسب. بالضبط. خلاص بالضبط. بتعطوني اسمه ولا اروح للقرار اللي بيتخذونه اليوم من الاداره او اللجنه؟ تفضل الفرصه بيديكم. تفضلوا قرروا ما تريدون. تبغون نروح للقرار اللي في قرار الان بيصدر بنروح له. تبغون لا ناخذ الاتصال بنجيب اعطونا اسمه قدام على الهواء وبنجيب الاتصال على الهواء. نحن ما نبغى نسبب له مشاكل. بكيفكم انتم حرين. معكم 3 ثواني تفكروا. انا ابغى مضايق. انا مو مشاكل ولا شيء. لكن انا ما اعرف هل انا مصرح اني اقول كل اسمه ولا لا. ما أيوة. ما ابغى اذا هو اخش في تكلم ليش هذا انضباط. اذا هو مصرح لنا حنقول اسمه. اذا جانا الاذن انه احنا نتكلم انا عن نفسي حاتكلم وما عندي مشكله اتكلم. لكن لن اتكلم بس لانه عشان ما يعني اجيب لنفسي اشياء انا في غنى عنها فقط. قرارك. انا ما اعرف هل مصرح لي ولا مصرح. ما ادري انا هذا هو قراري. انا ما ادري مصرح لي ولا مصرح. اذا هو مصرح انا اقول اسمه زي اسمي. قل لي اسمي محمد ايش. خلاص انا ما اعرف. ما تبغى تقول. انت عرفته الان. طيب انت تحداك اذا ما عرفته. والله ما اعرفه. انا حلف ما تعرف اي احد يدعم اسمه محمد معد. لا ما في 3 معدين محمد. ايش دراني انا مين.
فلان. طب اقول لك في اذنك وانت بكيفك. لا 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 تقول باذني. ما هو يصير بيني. ابغى منك كلام في اسم بتقوله قدام الجمهور ولا نروح للقرار؟ تفضل. اي لا والله ودي اقول اسم. بكيفك. اي لا بسرعه اتخذ قرار. خليك خلصها تكفى. نروح للقرار ولا بكيفكم؟ مالي شغل. الله المشكله خايف نقول اسمه يصير في عواقب علينا بعدين نحن طيب ما عندكم الجرأة تقولون اسمه. خلونا نروح للقرار اللي يعني أبي يتخذون فيه اللجنة ولجنة الانضباط بشكل ثاني قرار آخر. وفي فيديو بنستعرضه وبيتضح من خلاله القرار. طيب قبلها نروح للسالفة الأولى ولا نشوف الفيديو؟ خلونا نشوف الفيديو. أنا بدون يعني استئذار هذا اللي فهمت، لكنه قدر كلام الله سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يرفع درجة. يدك استحق بالمشرف دونك دليل. لا 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 لا. الفيديو هذا شفته صح؟ ايش كان يقول الشيخ الجبلان الشيخ الدايل؟ انه يعني انه جزاهم الله خير ما قصر انه فتشل الخصم مننا او شفعوا لنا عند لجنه الانضباط ونحن يعني ما نبي نبرر بس نحن برضو ترى دخلنا يعني مكان. انت تدري ايش كان بيسووا المشايخ؟ ايوه. تدري ايش كان بيسووا الشيخ الجبلان والشيخ الدايل؟ ايش كانوا بيسووا في قبل المقطع هذا قبل التصوير؟ والله ما اعرف ايش بس انا شفت المقطع فقط زي الناس يعني ماني داري ايش كان الاحداث انا جاني احساس اكيد لي هالاحساس تكفى او ان فيه من خلال كلامك كذا تصورت انك تقول انه هالشيء هذا كله صار عشان نسوي شو؟ لا ابدا انا ما قلت الكلام هذا ولا صرحت فيه امس؟ ايه؟ ولا صرحت فيه امس؟ تحت الهواء؟ يمكن يعني كمزحه يعني قلتها كمزح يعني بس انه جديه ما في شيء. لا جديه انا اتوقع انه الكلام اللي حصل كله كان يعني والشيخ الجبلان والشيخ الدايل اليوم بيدخلون عشان يسوون شو اليوم في المقطع. انا قاعد ارد عليك يعني اذا هو شو حتى المشايخ قاعدين يسوون هالشو يعني. لا ابدا هم ما قصروا المشايخ و ها تشوف انه اللي ابغى انفي الاحساس بس عشان ما اسيء الظن موجود هالشيء فعلا؟ ابدا انا ما اعرف حاجه. ما تعرف حاجه؟ ما شاء الله عليك. طيب الفيديو عرض وكان الشيخ الجبلان والشيخ الدايل قبل تصوير هالمقطع طالبوا قالوا احنا بندخل البرنامج وبندخل البث المباشر للمنتخب واحنا حسينا انه حسينا انه في هالمقطع او في المنتخب سوينا مشكله. وهنا قاعد في خبر ايش قاعد يقول مكتوب بعد مراجعه الفار قررت لجنه الانضباط الاتي اعتماد نتيجه التعادل لهذا اليوم وسيكون الحسم في فقره الغد. كويس الحمد لله. هذا فيما يتعلق بفقرة ذهاب وإياب. طيب هذا عدل يعني تشوفونه صح؟ اللي يشوفوهم الصح خلاص ما لنا ناقصين نحن. طيب أرجع عطفا على كلامي قبل قليل في المقطع الشيخ الجبلان والشيخ الدايل كانوا يبغوا يدخلوا عشان يصلحوا اللي سووه وقالوا خلاص إحنا يا اللجنة قررنا أعطوني القرار اللي كان أعطوني القرار يا شباب. طيب بشفاعة الشيخين يعطيهم العافية سيرفع عنكم الخصم. جزاهم الله خير ما قصر. جزاهم الله خير. العافية سيرفع عنكم الخصم. يعني الخصم ما في خصم راح يرفع لكن هذا ما يعني اليوم نحن نتكلم لما رفع الخصم انه ما كان في ارتكاب للمخالفة. طيب هذه مخالفة ممكن اقول حاجة بس ممكن اقول شيء دقيقة بس تكلم. هذه مخالفة ونعتذر وبعد كذا نحن الان تعلمنا انه ما تروح اي مكان يعني ما أروح. حتى لو بس ما نادوني ما اجملك ما أروعك. لكن يعني صراحة هذا الشخص اللي سوى الحركة هذه والله العظيم ترى حركة مرة ما هي كويس. أنت ما قلت اسمه. المشكلة هو إيش قال لي اسمع بحرف لسان دخلت عليه بعد البث يمكن. طيب. قال لي هذه كلها يعني زي معنى كلامه هذه شو يعني أنا تفاهمت معاهم. وهو فعلا؟ هو كذا قال أنا مالي دخل. هو يلعب عليكم مو بشغلتي أنا ما أعرفه ما أقدر أحكم. هو يلعب عليكم أنا مو بشغلتي. طيب طاح الكرسي. ما دام تحللت المشكلة خلاص. طيب انحلت المشكلة. عندك تعليق آخر؟ عندي تعليق. تفضل اختم فيه. أنا بقول عندي تعليق على الجهود اللي صارت من الجمهور في مسألة تصويت السفارة. إيه. أنا الخطأ اللي ارتكبته أمس. إيه. أنا أعتبره إنه كان سوف يكون خطأ. لكن أنا جاني رجال أنا سألته قلت له سألتك بالله نسكت مع الشباب؟ إيه. قال لي أيوه. وقال لي كلمتهم وأعطاني إذن كل حاجة. أنا إيش ذنبي؟ إيش ذنب الناس اللي صوتوا لي؟ هل أنت بنفسك رحت للشباب؟ أي شباب؟
الاعداد لا انا جاني واحد من المعدين في اسمع جاني واحد يقدر هذا دقيقة يجي دقيقة زين دقيقة من الناس احنا ما نعرف دقيقة اقول لك حاجه استنى انا اسمع انا اقول لك شيء انا مؤمن هو درس اسمع انا مؤمن انه هو خطا هو في نهايه درس وهو انه انا ما اعرف هذه مشكلتي مو مشكلتي احنا لكن انا جاني معد من منسوبين شبكه المجد جاء عندي وقلت له اسالك بالله نسكت مع المنتجين حقين المنتخب والمعدين حق المنتخب قال لي ايوه ونسكت معاهم الامور كلها طيبه طيب. انا بناء على هذا الكلام رحت ليش يعني والله حرام الناس اللي صوتوا الناس اللي انا كنت خلاص عموما اتخذنا القرار وهذا شيء زين وارجو انه ما ابغى اقول سماجه بس الموقف اللي صار امس ارجو انه يكون اكثر يعني رقيا في المرات القادمه اشكرك يا محمد بحطاب يعطيك العافيه عمر حبيب فلتبقى معي وادعو امين العمودي ليكون مكان محمد بحطاب ومع السلامه موضوعك طويل يا عمر انت والله العظيم انا صراحه زعلت من الحركه اللي صارت امس اي حركه